السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا المرض اللي هو ديال النطق وديال عدم القدرة على الكلام، هذا الآن أصبح علما قائما بالذات له أصوله وقواعده في مجال الطب، وهناك عيادات طبية كثيرة في الدار البيضاء مثلا، أعرف عدد كبير منهم مختصين في تقويم النطق وفي تلقين القدرة على الكلام بطرق بيداغوجية متعددة كتسمى المروضون، الترويض على ذلك. لكن قبل هذا أنبهك أخي بأن واحد الأمر استعمله بعض الصالحون في القرآن العظيم، يحكي لنا ربنا عز وجل أن نبيه وصفيه وكليمه موسى عليه السلام، الكليم موسى لم يكن يتكلم وهو صغير، لما كان صغيرا في سنه لم يكن له قدرة على الكلام، وقيل أن السبب لما أنجاه الله تعالى من اليم من الغرق والتقطته زوجة فرعون وفرحت به وطلبت من فرعون أن يستثني هذا، يستثنيه من الذبح، لأن كان هناك أمر بذبح جميع الذكور الذين يولدون تلك السنة. فرعون سمع عبر المعبرين والسحرة قالوا لي بأن الذي سيولد هذه السنة سيكون سبب خراب ملكه، فأمر بقتل جميع الذكور. وموسى رمته أمه في اليم والتقطته زوجة فرعون، فإذا به يصل إلى البيت الفرعوني، ما كان يخاف منه وصل عنده إلى بيته، وصارت زوجة فرعون تريد أن تتخذه ولدا، وطلبت من فرعون أنه يسمح لها فقط بدل المولود ويفعل ما يشاء. فكانت قدرة الله تعالى أن موسى يتربى في البيت الفرعوني ويأكل من طعامه ويبيت في فراشه، وتعلقت به زوجة فرعون قالت لعله أن ينفعنا، وقيل لقد نفعها بها، صارت زوجة فرعون من سيدة أهل الجنة. لما جاء بعض المعبرين وقال يا فرعون هذا الصبي الذي يحبو الآن سيكون هو المقصود بعينه، سوف يكون سبب خراب ملكه، فقال لا يمكن، هذا الطفل الصغير دليل إنه لا يتصرف تصرفا حسنا. قال إذا نختبره، فهو يحبو سيدنا موسى يلعب ويرفع في بيت فرعون، وضعوا له اختبار، وضعوا له مجموعة ألعاب ومن بينهم وضع له تمرة وجمرة، فبينما كان موسى عليه السلام يحبو قالوا إن أخذ التمرة فهو ذكي فنذبحه، وإذا لم يأخذ التمرة أخذ الجمرة فهو لا عقل له لا نهتم به. فعلا سيدنا موسى بدأ يحبو وكان متجها إلى التمرة، إلا قدرة الله عز وجل نبهته فأخذت الجمرة فوضعها في فمه، فقال فرعون هذا أبله أتركه حيا. لكن هذه الجمرة أثرت على سيدنا موسى فصار عنده مشكل في النطق وهو صغير، إذا تكلم كان لا يستطيع أن يبين ولا أن يوضح حتى كبر. فلما اصطفاه المولى عز وجل وأمره بأن يبلغ الرسالة إلى فرعون قال يا رب أنا لا أستطيع أن أتكلم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا موسى في الأول طلب من أخيه أن يكون وزيره، قال هذا أخي هارون أفصح مني لسانا، وفرعون أيضا قال هذا الذي نتبعه لا يكاد يبين، ما يعرف يبين، ما عنده قدرة على البيان. فسيدنا موسى طلب من الله أن يفصح لسانه وذكر دعاء، ما هو هذا الدعاء؟ هو السر، هو العلاج عندنا، أن سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الذكر العلماء قالوا فيه سر إلهي، من عنده مشكل في النطق كان يتتعتع في الكلام أو لا يستطيع أن يبين أو يوضح
ما عليه إلا أن يقول هذا الدعاء مرارا وتكرارا. قبله تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المريض الصغير نقول قل لا إله إلا الله، نضغط بأصبع الأصبع ديالنا اللي كنديروا به التحية ولا التكية ولا بالسبابة، نضعه على أسفل حلقه ونقول له قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو يقولها. يصعب عليه ولكن هي حروف حلقية، أسهل كلمة في الوجود هي لا إله إلا الله، حروف حلقية ما فيهاش القاف، ما فيهاش النون، ما فيهاش الميم، ما فيهاش الجيم والخاء والذال المعجمة والزاي، يعني كلها سهلة. لا إله إلا الله حروف حلقية، ما فيها حروف جوفية ولا حروف تخرج من الخيشوم ولا من أعلى الحنك، هي كلها حروف حلقية سهلة. بعد أن يقول المريض نضع السبابة على أسفل الذقن ونقول قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ونضع يدنا اليمنى على جبهته ونقول الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإن شاء الله تعالى هذه مجربة، يا ما رأينا أناس كبار عندهم تلعتم في الكلام وعدم قدرة على النطق، مجرد أن تضع السبابة الصبع اللي كدل بالتحية والزكية لله، نضعه في أسفل الذقن ونقول لي قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يخرجها لا إله إلا الله، كتفتح له جميع الجهاز الصوتي وجميع الحبال الصوتية. ثم نضع اليد اليمنى على الناصية على جبهته وعلى رأسه ونردد هذا الدعاء، وإن شاء الله يشفى بأمر الله. فأسأل الله تعالى العلي الكريم أن يشفي هذا الولد، اللهم شافيه وعافيه، اللهم يا رحمن يا رحيم متعه بالصحة والعافية وبتمام العافية يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا عظيم السلطان ويا قديم الإحسان، يا دائم النعماء ويا بسط الأرزاق، يا كثير الخيرات ويا واسع العطايا، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب ويا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليما لا يعجل. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المتأخرة من الليل، لعلها ساعة إجابة، اللهم نسألك أن تشافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم كل من كان عنده مرض عضوي أو مرض نفسي أو مرض روحي، اللهم أنت طبيبنا وأنت معالجنا وأنت على كل شيء قدير، اشفنا وعافنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا شفاء تاما ليس بعده سقما، اللهم عجل لنا بالفرج. اللهم يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى يا رب العالمين. إنا سلمنا إليك مقاليد أمورنا، فاقبلنا وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا إلى غيرك، اللهم لا تطردنا عن بابك، اللهم لا تحرمنا من نعمائك. اللهم نسألك أن تسلمنا من شرور أنفسنا ومن شرور خلقك يا رب العالمين، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا قابل التوب، يا واسع المغفرة، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا من كتب على نفسه الرحمة. اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، وارحم عبادك المؤمنين. اللهم كل من كان مريضا وكل من كان سقيم وكل من كان عليل، اللهم شافيه وعافيه وداوه، شافنا يا ربنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم عجل لنا بالفرج يا ربي يا كريم بسر هذه الدعوات المستجابات. نسألك اللهم أن تقضي لنا جميع الحاجات وأن تطهرنا من جميع السيئات وأن تنجينا من جميع الأهوال والآفات وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا
اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الذين يحبون لقاءك وتحب لقاءهم، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك أن تصلي وتسلم على سيدنا النبي محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه صلاة تليق بمكانته عندك، اللهم صل عليه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم صل عليه بأفضل ما تحب وأكمل ما تريد، اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عجل لنا بالفرج، صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.